الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم. شوي ما انت زحاف تجي قدام يصير مجال للآخرين. شوي تعال قدام غفر الله لك. إيه قواك الله تعالى عيني. اجدم. أحسنت. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحق صاحبك بارك الله فيك تعال. صلوات بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يزول بني الدنيا وإن طال مكثها وحسن ثناء الذكر ليس يزول. فيا راقدا في صفو عيش ولذة من القدر الجاري عليه غفول. إذا خالط الشيب الشباب وأقبلت عساكره في العارضين تجول. عليك بزاد المتقين لأنه أتاك بشير منذر ورسول. لا بد منه. إذا خالط الشيب الشباب وأقبلت عساكره في العارضين تجول. عليك بزاد المتقين لأنه أتاك بشير منذر ورسول. فلا تذمم الدنيا إذا هي أدبرت وإن أقبلت فالحالتان تزول. وللدهر سلب ساء بعد مسرة وللخلق إن طال الزمان رحيل. دع القدر المحتوم يجري بما قضى به الله والصبر الجميل جميل. فكم أفنت الأيام ملكا ومالكا فزالا وملك الله ليس يزول. خوش بيت أعود عليكم. نعم هذا منتهى التوحيد. فكم أفنت الأيام
ملكا ومالكا فزال، وملك الله ليس يزول لمن وفت الدنيا ولا زال خطبها. علينا بخيل الحادثات تجول، بها العيش صعب والصفاء مكدر، بها الحلو مر والعزيز ذليل. مفرقة الأحباب بعد اجتماعهم، وإن طاب منها العيش فهي ملول. وياكم أحكي وهالحكي مو مع الغير، يا أنصاري يا حبيب ويا برير، عابس وجون ويا مسلم يا زهير، روحوا عوفوني قبل طر الضوى. أنا ما طالبكم ببيعة وعهد، الله كاتب لي وعلي يجري الوعد، روحوا خلوني وحيد بهالبلد والتراب بفيض دمعات ارتوى. حين سمعوا هالحكي هتفوا شعار، قالوا نموت بمعزة ولا بعار، جنة الدنيا بلي حسي النار، وكل فرد منهم على الموت انتوى. أولا حبيبي صيح ما بين الأنصار، شنهو قررت وشنو صار القرار، قالوا الموت ويبو اليم انتصار، روح قل الموت بين يدي يدوى. هلا بيك يا سيد جعفر الناجي الأبيات إلي. أولا حبيبي اللي يثج يما وجب، سيدي يا حسين ناداه نحب، إلك مرسال من الأنصار وعتب، كلهم يقولون يا مشكر سوا، جينا نفدي لك يا ابو اليم النفوس، خليت الطاير شفوفنا ورؤوس، شلون غيرتنا تقبل باكر تدوس، خيل صدرك واحنا نشتم الهوى. شلون غيرتنا تقبل باكر تدوس، خيل صدرك واحنا نشتم الهوى. عايف حياتي والوطن لاجلك يا صندي، تشهد صناديد الحرب عند الحرب، نموت بمعزة ولا نعيش بطاعتي. زي يا ابن البتول وطاعتك فرض علي. أرد حاجيكم والله، تفدون إمامكم بأنفسكم لولا؟ إذا تفدي احكي البيت وياي. والله يا أبو السجاد ما فارق جمالك، والله يا أبو السجاد ما فارق جمالك، خلها الطول خلها الطول، والله يا أبو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والأهل كلهم فد، كل شيعتك تفنى ولا تحتك عيال. خادمك على امرك، والله يا ابو السجاد ما فارق، ممنون ممنون، والله يا ابو السجاد ما فارق.
روحي يومالي والأهل كلها فد يوقف لكم أبو السجاد بالشدايد. روحي يومالي والأهل كلها فد كل شيعتك تفنى ولا تحتك والتفت لأصحابا ودمعة تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالخطة يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بنو غالب يحملون وياي إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب أخونا والحرم كلها حرمنا وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي فيا. تسمعهم زينب صحت يحل الشيام هذا محلكم محلكم وللموزمة تظهر هممكم ما هي مناسبة يكرم منكم تخلون بالذل حرمكم. سمعها أبو فاضل أقبل إليها زينب أيمسك ضيم وأنا موجود تقل له يا ابن والدي قلت الحيلة الحيلة جليلين والجيمة ثجيلة ويزيد احتوت زلمة وخالة من كل عرب من كل قبيلة أنا حملي وقع والله حملي وقع يا هو اللي يشيل وحسينة احكي يا وياي احكي بيت يوجع. اسمع اسمع اليوم ابو فاضل يزمط لزينب وصدق مأمنة لكن بعد مثل اربعة ايام طلعت تصيح وعتبة مو تعاتبوني عليها ونين الساكن البيده وعتبة الشمر ترضى يعتبية وعتبة أريد أصل أبو فاضل وعتبة وقل له يا بطل لحق علي وحسين ويانا ويانا أحب أقرأ أبيات من ملا علي بن فايز أبيات قديمة هذه وإن شاء الله على أثرها رب العالمين الليلة بمنه وكرمه يكتبنا من أنصار الحسين. إي فازت عبيد بها ومنها خابت أحرى منهم نصارى والسعد سواهم أنصار ومحمد يعوق القضاء بالمرض في الداء في كل وقعة البيرق الأكبر يشيل مولى أبو ذر الغفار صار منه وين الونة مولى أبو ذر الغفار صار
الأعلام رفت والعبد بيده علمه حظ نهض به واختلط دمه بدمهم بعيد وقريب اللي لفوا من كل قبيلة الحظوظ جلبتهم وجابتهم من بعيد عدهم ملاقات المنية جنها العي كالمن بعمره للفناء متقدم يريد فادي إلى بروحه وكلهم فد وهيلة طلع وقف أبو علي انتش على الرمح وخاشاهم أنتم نيام أم حال بيني وبينكم الحمام حبيبي حبيب مسلم بن عوسجة ماكو واحد جاوبه قال إذا ما تردون علي راح أنخ واحد ما يتعذرني صاح وين أبو فاضل عضيدي عضيدي ألف وصف رحت خويا منيدي يقولون أقرأ عاشوري هذا العاشوري ابتكره الخطيب المبدع شيخ مرتضى الشاهرودي الله يوفقه إن شاء الله وهذا إلى ذوق خاص خصوصا من تجابون واحد رد على واحد ينادي وين أبو فاضل عظيم عظيدي ألف وش فرحة خويا قواك الله صاحت زينب تنادي يا خويا وما لك معين وقومك على الغبرة مطاعين الناس تفقد واحد اثنين وانت فقدت واحد وسبع ايه سيدي ابو علي انت لما صحت زينب ردت عليك قلت لك لمن تنادي والحماة على الثرى لكن بعدك بلحظات طلعت زينب تصيح خويا يا ابو علي يا خويا خويا تشاليش ضيعت وختكم يلي فرد ساعة بقدتكم للمتقين قال مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يا جناد استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك ولا تجعل هم يومك الذي لم يأتي في يومك الذي أنت فيه واعلم بأنك لا تخزن من المال شيئا فوق قوتك إلا وكنت خازنا لغيرك واعلم أن هذه الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب
مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. الفداء هو ينازع سكرات الموت، دخل عليه جنادة ابن أبي أمية الأنصاري، قال له سيدي أدري صحتك مش زينة، لكن أريد منك أن توصيني توعظني تنصحني. والإنسان الموفق إخواني يكون عنده واحدة من ثلاث: توفيق من الله، إذا هذه خسارة يكون يقبل نصيحة من نصحه، إذا هاي ما بي عليها يكون عنده واعظ في نفسه، يعني نفسه يكون تنهى وتأمره. والإنسان الواعظ هو متأسي برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله واعظ، رب العالمين يقول له وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قيدها بحكمة وموعظة حسنة، يعني إذا ماكو حكمة ما تنتج، إذا حكمة ومن دون موعظة حسنة هم ما تنتج. فخليك واعظ مثل رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والوعظ بلين، مو بقسوة مو بشدة. يقول مولانا الإمام الحسن العسكري: من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد هانه. مو تنصح يم الوادم، خلي أسلوبك في حكمة. وقال رسول الله: المؤمن مرآة المؤمن. شلون مرآة؟ يعني مرايا من أوقف قدامها تراويني عيوبي، من توقف جنابك قدامها ما تقول لك فلان كان وهكذا عيوبه، يعني كل واحد فينا يصلح عيوب الآخرين من دون أن يفضحه، هاي جدا مهمة. وعد قال للإمام الحسن روحي له الفداء: سيدي عذني انصحني. هسه هاي الفقرة اللي أنا بديت بيها كافي أنك سمعتها، أكو فصل آخر بالهاي الموعظة. قال له: وإن نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا صحبته زانك. إذا صحبته زانك. وإن أردت منه معونة أعانك، وإن أخذت منه صانك، وإن قلت صدقك، وإذا صلت شد صولتك، وإذا مددت يدك بفضل مدها، وإذا رأى منك ثلمة سدها، وإذا رأى منك حسنة أعدها، وإن تنازعتما منقسما آثرك. هاي بالنسبة للصحبة، اللي أكبر مقام من الصحبة هو الصديق،
يقول الأديب إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك فالصداقة أكبر شأنا من الصحبة. الصحبة كل شيء يتصاحب حتى الجماد والحيوان. فقد قال رب الأرباب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال حتى عن المشرك يتصاحب وإن جاهداك هاي الأم والأبوها على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما بعد وصاحبهما في الدنيا معروفة. يوسف مش كان في السجن لولا شي حاجيهم دول بالسجن يا صاحبي السجن. شوف شلون فهذه الصحبة كل شي اللي تماشيه. الأديب يقول صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. طبعا هذا موضوع الصحبة أخواني لربما حرج وأحيانا يكون خطر لأنه إحنا متهومين تهمة مش حلوة وما أكثر التهم علينا. يعني كثير من المسلمين يتهمنا أننا أعداء أصحاب رسول الله. هذا غلط وكذب محض. أنت لو تحكي فرشي فينا نقدر نرد عليك مثل قول الشيعة يبكون قول الشيعة يلطمون نجاوبك. ولكن إذا أحياناً تجي تكذب علي شجاوبك أنا؟ والله أخواني أسمع بالفضائية يعني عيب فضائية وتابعها أكثر من مليون مسلم وجاي نشوفك رجال لحية ومولاي من أنت مظاهر الإسلام وتحكي بالقرآن شلون تكذب؟ اسمع الكذبة المحضة والله شر البلية ما يضحك. ولو جنابك الثقة تقول لي ما صدقك بس أنا قريتها بعيوني شفتها. يقول الشيعة من يموت ميتهم يكسرون إيده اليسرى ويدفنونه. وين هاي عندكم أهل الكويت؟ هاي هم يعدنا احنا. اسمع تعليقه عمي ليش يكسرون إيده اليسرى ويدفنونه؟ قال هذا يدري بروحه يوم القيامة الله ينطيك تار بإيده اليسرى فحتى إذا انطوه باليسرى يقول له سامحني هاي مكسورة اعطيني إياها. يعجبك بالله عليك. اسمع أكبر من هاي أنا ترى أعني وأقصد يمكن هو يسمعني. أسمع واحد قاعد عالم حاطي له كرسي وذول العنوان يعني براعم أطفال صغار ما يتجاوزون 10 سنوات قاعدين ومخلي لهم خطيب من صنفهم من الأطفال معلمين يحكي لهم موضوع. اسمع الموضوع اللي يقوله. يقول لهم أحبائي إن الشيعة يكرهون رسول الله. هو قاعد يسمع شلون يسوي؟ يبتسم وهز راسه. لو كان عنده ذرة دين وضمير كان قال لا بابا مو صحيح حاجيك. الشيعة يذوبون في التراب الذي يأتي من أقدام رسول الله. احنا أعداء رسول الله؟ شنو هالكذب هذا؟ شنو هالأداء؟ تعال تعلم الإنسانية من الإنسان المتكامل اللي ما يفرق وعند الوحدة. الوحدة في من؟ في الكتاب؟ في الكعبة؟ في الأشهر الحمر حرم عفوا في شهر رمضان في حبه لرسول الله وأهل بيته. شفتوا مولاي من دون تفرقة هذا الموقف اللي هز العالم كله بمجرد ما أن أصيب جامع الإمام الصادق تجي كبارات من الرجال الدولة ويحتضنون البعض للآخر ويقولون ذولا أهلنا أولدنا وعيالنا. هذا الموقف المشرف تجي أنت ما
من بعيد تأمر بقتلنا؟ وما الذي تنقمه منا؟ تقول إحنا أعداء أصحاب رسول الله؟ تكذب. لا، هذا مو صحيح. نحن نحب أصحاب رسول الله، لكن عندنا بعض الأسئلة، والأسئلة تدري عن واحد يسب، كان يسب الإمام علي، ما يصير نسأل؟ واحد حارب الإمام علي، ما يصير نسأل؟ واحد قتل رشيد الهجري، واحد قتل حجبلي حجر بن عدي، واحد قتل مالك بن نويرة، واحد قتل مدري كثير قتل ذولا فيهم مقتول. كن نعرف. إذا تريد تقول لي هذا في الجنة وهذا في الجنة، عندي سؤال منك. الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. شو تسوي لها هذه؟ يعني اليوم أنا الدين رتب علي ترتيبات، إذا أقوم أكسر فيك عضو أو سن أو أشلع عينك، أكو حدود وتعزيرات وديات يرتبها علي الدين، هاي بالنسبة إلي وإلك. أما غيرنا يجي يقتل عمار بن ياسر، ويقتل مالك الأشتر، ويقتل حجر بن عدي، ويقتل محمد ابن أبي بكر، ويقتل كثير من أصحاب رسول الله، هذا لا زال مرفوع عنا القلم؟ ما يصير، ما يمكن. هذا السؤال تنقم عليه نبي؟ جاوبنا. إذا عندك دليل، إذا ماكو دليل يصير أسلوبك قتل. إبراهيم إيش قال لهم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. شوف، حرقوه وانصروا، هذا مو دليل. تعال جاوبنا وقنعنا. احنا نذوب في رسول الله ومن ينتمي لرسول الله ومن على نهج رسول الله. خزيمة ذو الشهادتين، وما أدراك ما خزيمة. عاصم حمي الدبر. أبو ذر أصدق لسان شهد لرسول الله. سلمان المحمدي. عمار جلدة ما بين عيناي. وغيرهم من الأصحاب الكرام الذين ثبتوا وصمدوا. تدرون عبد الله بن مسعود عليه الرحمة في بداية الإسلام النبي كان يبلغ خفية، قال منو منكم يروح يقرأ قرآن ويشهد بالتوحيد يمنادي المشركين؟ تعرف شنو خطورته هذه؟ ذاك اليوم اللي واحد يوحد الله يقتل، يعني معناها تعدي على هبل، على اللات، على العزة. وإجا عبد الله بن مسعود وقرأ قرآن يمنادي قريش. يا أخي قام له أبو جهل كتله لما ما شلع ذانه، ذانه شلعها حقيقة، شلعها. اقرأ التاريخ شلون مثلوا بياسر أبو عمار. شوفوا الأبطال الذي ماتوا في الدفاع عن رسول الله يوم أحد، شوفوا المستميتين. هذا تنكره عنا وكيف نعترض على قاتل تسمينا كفار ومشركين؟ مو انصاف. ورد نعرف القرآن جاي حاكينا عن الناس، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. بعد وتركوك قائما. زين هذول منو بزماننا يعيشون ذاك الزمان؟ نستفسر عن أسئلة. منو اللي أذى رسول الله؟ منو اللي أتعب النبي؟ هاي الاستفسارات ما يمكن أنه تكفرني وجنابك تبغضني وتشيل سيف في وجهي. رد علي بالتي هي أحسن. نعم أيها الأحبة، الليلة لكون الموضوع موضوع صحبة وأصحاب، فماكو قياس بين صحبة العالم كله مع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، أبداً ماكو.
وهذه شهادة معصوم بحقهم. قالهم أما بعد فلا أجد أصحاب أوفى وأبر من أصحابي. صدق كانوا ناس يطلعون مع المصطفى صلى الله عليه وآله يأملون الغنائم، لكن ذول اللي طلعوا ويا الحسين كان يتأمل غنيمة، ها يتأمل نصر. 70,000 هذه يترجى نصرة. وقرأ تاريخهم وشوف، والله عجب. واحد قال شنو الحسين يقول أصحابي ماكو مثلهم، أنا لو كنت لكان التحقت بيهم. هذا تبين عالم، الحسين قاعد يثبت له. قال له أنت معترض على أصحابي؟ قال له بلى. قال له زين تعال أنا أريد أصلي، تعال أوقف قدامي وصد ورد عني السهام اللي تجيني. قال له سهلة أبو علي، الإمام قائم يصلي وهذا قدام الإمام، يقولوا شفت النبلة شلون جتني؟ قلت هاي جاية طيحة بوجهي، توخرت عنها، طقت الإمام أفا صابت الإمام هذه الجاية كذا، وجاني سهم يلف وصل يمي وتوخرت عنه وطق الإمام. قال شفت؟ وشوف ذاك الرجل أنا أصلي وقف قبالي، السهم والنبلة مش بس تجي بصدره، سر يمكن بصدره بإيده بزنده يقاوم الرجل، لكن تجي بعينه تجي بفمه تجي بجبهته. قول تحرك شنو هالثبات هذا؟ طاح. الراوي غير هالتعبير بعد ما عنده، يقول صار مثل القنفذ. شايف القنفذ شلون؟ شكره أبو عبد الله. تشوف من أنصار المولى بلي هو هذا اللي ذكرت اسمه بالمقدمة، جنادة ابن أبي أمية الأنصاري. بالفعل خذ وصية الإمام الحسن وصحب الحسين وانقتل بركب الإمام. شوية اجى ابنه صغير اسمه عمرو بن جنادة، قال للإمام سيدي أروح أقاتل؟ الإمام قال له منو أنت؟ قال له أنا خادمك عمرو بن جنادة. قال له مش أبوك تو انقتل؟ قال له بلى. قال له ارجع، ما أحب أجمع على أمك مصيبتين. رجع قال الأمة يما الإمام منعني ما خلاني أقاتل. يقول لبست الطاس وعمامة، شدت الأحزام، نطت سيف وجابت تعدت يم الإمام وتبكي. قالت له سيدي هاي النسوان جاي يفتخرا علي، باكر كل وحدة منهن تجيب راس وليدها لأمك، ليش تفشلني يم أمك مولاي؟ خلي يروح فدوة إلك، خلي يموت. الإمام قالها أنا ما حبيت أجمع عليك مصيبتي، أنا إذا أنت راضية خلي روح ابنك. العرب من يطبون لسوح القتال يذكر مواقفه، أنا قتلت فلان، أنا ابن فلان، فلما يعرفونه في ناس يتحاشونه خافون منه. هذا ولد ما عنده مواقف حتى يذكرها. اثنين اللي سبقوه طبوا لميدان الحرب على خيل في الراس، هذا طب راجل ممشى وتعلقت الأنظار به، شو هذا طفل وشايل سيف وداخل راجل الميدان ينتظرون من عنده يعرف نفسه. شال إيده صاح أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ هذا مو مال قتال، شد عليه واحد اقتله.
يقول طاح مثل الطير المذبوح يفحص برجليه. اجال علي الاكبر شفت، يقول شفت بي رمق من الحياه، شفايفه تتحرك، دنيت ثاني يما سمعت يصيح سيدي علي الاكبر حولوا رحل امي الى رحالكم. بعد ما عدها احد امي. من مواقفهم نافع بن هلال هذا يقول طلع الامام ليله عاشوراء يتفقد المواقع الخيام، والامام يمشي انا امشي وراه. التفت الي، من هذا؟ قلت له انا خادمك سيدي نافع. قال لي نافع انت جاي حتى تنصرني، وما دام دنيا ظلمه ابشر انت معي في الجنه، انا اكتب نيتك وروح لاهلك لا تظل. يقول بكى، قال له افعل الزلم سيدي موت، والله لو اقتل واحرق واذر في السماء ويفعل بي هذا 70 مرة ما تركتك يا ابن رسول الله. كيف وهي قتلة واحدة؟ مسلم ابن عوسجة ينقتل يا أخي طيح بميدان الحرب، إذا كان مناك الجنة والشهادة نلتها خلاص بعد انت انتهيت، لكن يجي له حبيب يقول له خويا أنت قضيت نحبك وأنا على الأثر جاي خلفك، لو أدري طول بي الحياة لكان خديت منك وصية، لكن المسلم كون يوصي. مسلم هل عندك وصية؟ يريد يموت مبضعينه بالسيوف. قال له بلى، أوصيك بهذا الغريب، شوف مواقف نسوانهم. زهير ابن لقين قتل ليلة 11، زوجته ودت العبد، هذا تاجر تمكن، قالت له روح ادفن عمك. يقول من راح يدفنه لحقته زوجته، زوجة زهير، قالت له لا امتنع عن دفنه. أيدفن زهير ويترك أبو عبد الله؟ لا دفنه. والله مواقف عجيبة يعني. هذا بعد الشهادة اتصور علي ابن مظاهر، هذا الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء قال له انتوا اذا عندكم نية بقاء تردون تظلون، ودوا نسوانكم. يقول اجل زوجته قالها امشي اوديك لاهلك، قالت لو انت، قالها انا باقي. شنو بقائك انت؟ قالها انا اريد اموت ويا الحسين. قالت له تموت ويا الحسين وتريدني اخلي اخته واعوفها واطلع؟ عفت الحياة ولجل اخوها سمحت بالروح، وتريدنا نخلي حريمه بيسر ونروح؟ كف الحكي، حكيك ملا قلبي ترى جروح، انتو تواسوا حسين ونواسي الزكية. رد للشهيد ودمعته بخده يهلها، يقل له وحبيده يا بن سيد رسلها ما قبلت الحرة أوديها لهلها، اتفضل مواساة الحريم الهاشمية. واحنا فدالك والحرم فدوى الحريمك، إلنا الفنا يا حسين وانت الله يديمك، وعيالنا فدوى إلى الضامي فطيمك، والوعد عند المصطفى خير البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل كتاب من مولانا الحسين للبصرة بالعراق البني تميم الأمجاد، أنا ذاك الزعيم قعد معهم قال لهم لا نصير مع الحسين ولا مع يزيد، وقبل شيخ العشيرة إلى كلمة مسموعة قاطعة يقول طلعت الرجال مذعنة لكلامه كلها رضت بس رجل اسمه سعيد ابن مرة التميمي يريد يتزوج وعروسة في بيتهم بنت عمه بهذا الأسبوع زواجه، صح لما هاتي سيفي ولامتي وحلي المهر قبل لا يشتد علي حر الظهر بل كان الحق بالحرب نسل الطهر وافدي نفسي وانكتل بالطف شهيد، تصيح بتعمه وقلبها الفقد ذاب وانا روح خلاف عينك يا شباب لزمت رجابه ودفعها بالرجاب وشف الطاس ورد لبس درع الحديد قالها مودعه روحي مطلقه قلبي غيرك عشق حوريه ولقى لحقه تم تصيح يا البيك البقى يما ريض بهونك يا ابو باس الشديد شتردين يما، قلت لردش من احرك ووصيك بكلام من تصل يا ابني وتحب ايد الامام قل لوالدتي تهدي عليك السلام تريد منك تشفع بيوم الوعيد، ودع امه وراح يمتى وصل للامام وصل بالوقت اللي الامام من تشعل الرمح وصيح وغربته، صح لبيك ابو علي برز قاتل انقتل الامام جابه زينب رفعت له طرف خيمه الانصار قالها لا يا زينب هذا اخليه يم ولادي هذا عاف زواجه من اجلي يا زينب وخلاه بين الاكبر والقاسم بلي وهب جابته امه وزوجته كارها وجوده للقتال وامه تحشمه يا وهب قاتل دون الطيبين، طلع وهب يقاتل يقول بينما هو يذب يسمع صوت من خلفه صوت مش غريب عليه يا وهب قاتل دون الحسين، التفت زوجتي جابت توجت من عيني قالت لا تلمني قطعت قلبي واعية الحسين سمعته يصيح وغربته انقتل وانقتلت زوجته وطلعت العجوز أمه خذت عمود خيمة وركضت للميدان وتصيح أنا عجوز سيدي ضعيفة بالية خاوية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة، الإمام جزاها خير قالها كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول أرجعها. يقول أحد الأعداء عندما اشتعلت نار الحرب صبيحة يوم عاشوراء مررت على الحر ابن يزيد الرياحي رأيته يرتعش يرجف مثل السعفة في مهب الريح، قلت له أبا يزيد ترجف؟ والله لو يسألوني عن أشجع رجال الكوفة أول ما أقول أنت ترجف؟ قال له لك أنا ما أرجف خوف من الزلم والرجال، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، لكن الآن جاي أتزاور وياها يا أخي قادتها هاي النفس المطمئنة، إجا يحبو على ركبته وصيح هل من توبة؟
صح علي الحسين من؟ شوفوا اعترف بذنبك أمام الله، إذا تريد تستغفر الله يدري بك، لكن الاعتراف بالذنب أمام الله يحط الذنوب إن شاء الله. قل لك العتبى حتى ترضى، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي تجرأت، أنا الذي أذنبت، أنا الذي تعمدت. قال سيدي أنا اللي جعجعت ببناتك وخواتك في الطريق، أنا اللي لوعتك. قال الإمام إن تبت تاب الله عليك. ها أخواني الشباب، رب العالمين بلي مش مثلي ومثلك، أنه أنا شيل غيظ بقلبي عليك وانت تشيل غيظ ويطول الغيظ عندنا وفي قلوبنا. رب العالمين يريدنا أن نسامح. يقول الإمام الكاظم يا هشام من عفا عن الناس أقاله الله عثرته يوم القيامة. أعفي عن الناس، لا تخلي بقلبك غل وبغض وغيظ، هذا القلب كون يجي حتى يكون مصداق للآية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومهما كانت عندك ذنوب، أنا مو جاي أشجعك على الذنب، لكن أريدك متأيس من رحمة الله. الله يحاكينا بلطف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما كان ذنبك الله يغفر. المهم الأكلف والأهم من الذنب هو استمرار الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال له سيدي أنا اللي لوعدتكم في الطريق. قال له غفر الله لك، وشاءت مشيئة الله أن هذا الرجل يلتحق بركب الحسين ويكون ممن قتل بين يديه أول من قتل. قرأت لك عنه أعتقد ليلة رابعة. إجا الإمام الحسين وقعد عنده وقال له أنت حر كما سمتك أمك جون. هذا كان عبد عد أبو ذر. مات أبو ذر قبلها أعطاه للإمام علي، استشهد الإمام أعطاه للإمام الحسن، بعد الإمام الحسن جاب للإمام الحسين، فكبر في بيت الإمام علي. الإمام ليلة عاشوراء قال له جون أنت تبعتنا حتى ترتاح وتأكل لك لقمة براحة، إحنا الآن انتهت حياتنا، أنت حر لوجه الله. أول مرة يسولف بمحضر الحسين. قال له سيدي مو من شيمنا، احنا تربينا عندكم وعلمتونا الآداب، بالرخاء ألحس قصاعكم وبالشدة أخذلكم. سيدي أنا لا معروف ولا عندي نسب ولا حسب، ليش ما تخليني أتشرف وياك بالقتل؟ الإمام قال له براحتك، تحب تظل لا بس. يقول هذا يوم عاشر راح قاتل وانقتل، الحسين راد كافئه إمامنا الرؤوف رحمة الله في الأرض، شسوى؟ يقول إجا وقعد يم على التراب. مو تستصغر واحد من خلق الله، الإنسان بناء الله، لعن الله من هدمه، ياهو اللي يريد يصير. الحسين قعد يم هذا الرجل ودنق على خده وقبله جون بيرمق من الحياة، فك عينه، أخ هذا الحسين قاعد عندي؟ هذا الحسين بن رسول الله؟ جمع قوته وخلى إيديه بالقاع ووقف وشال إيده وصاح على الأعداء أيها الناس من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. أكو أكبر من هالشرف هذا؟ أدري ما تمشي تاني الليلة،
ليلة مخصوصة الليلة إلى حبيب شيخ الأنصار هذا، حتى صحابي رأى رسول الله، وقيل يوم من الأيام التقى برسول الله وهو طفل، سلم على النبي بحرقة. النبي سأله قال له: بني تحبني أم تحب أمك؟ قال له: فدتك أمي يا رسول الله. تحبني أم تحب أباك؟ قال له: فداك أبي يا رسول الله. قال له: تحبني أم تحب الله؟ قال له: سيدي فديتك بأمي وأبي لحبك لله. شيف أنت تحب الله وتدلين على الله، شوفوا من الآداب من الصغر بلي والذوبان في رسول الله وأهل بيته. وشهد حروب الإمام علي ثلاثتهم، والإمام وعد أنه يموت شهيد، ويدري الإمام ما يكذب عليه، بالجمال بصفين بالنهروان ما مات وكبر. وانتظر الإمام الحسن ما سوى ثورة، وبعد الحسن تان الحسين 10 سنوات ماكو خبر، كلش كبر الرجل. تعال ذاك اليوم يمشي بشوارع وسكك الكوفة وطب للسوق يشتري خضاب صبغ، جاي عامل على صبغ يريد يخضب لحيته، وشاف ابن عمه مسلم ابن عوسجة، شافه بحاله مش جيدة. مسلم: ما دهك؟ لزمه من ايده وتكتر بي. قال له: لقد نزل الحسين بكربلاء. ابتشر حبيب، عاين هذا اللي يبيع. قال له: ما اريد الصبغ، حضرني بيت تقرا خضابي بعرصة كربلاء، ما اريد نخضاب لابد يجيني من حبيب المصطفى كتا. أتاني رجع مهموم، زوجته حطت له طعام بدأ ياكل وتهفي عليه، غص جابت له ماي حرة ربية، قالت له: يمكن تجيك لو رسالة لو رسول من رجل كريم. بين ما هم بهالحشي وندق الباب، قام فتح الباب لقى رجل ملثم عند الباب، سلم عليه: حبيب؟ قال له: بلى. أعطاه رسالة ومشى، فض الرسالة فتحها لقى مكتوب بها: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى ناصرنا حبيب، إذا شئت السعادة الأبدية فالتحق بركبنا، فقد نزلنا بكربلاء والسلام. ظل يقبل الرسالة ويبكي، ودخل على زوجته شافته يبكي، بطل زلمة شيخ قومه. قالت له: ليش تبكي حبيب؟ قالها: جتني رسالة من الحسين يطلب من عندي النصرة، راد يختبرها يشوف ولائها. قالت له: زين شو تقول أنت؟ قالها: أنا أقول إذا رحت من يظل يميك ابني هاو يمه. قالت له: حبيب إذا صدق هاي نيتك انطيني ملابس الرجال وأنا ألبسها وأروح أقاتل مع ابني بنت رسول. شكر سعيها، قالها: أحسنتي. قال للعبد: أخذ الفرس وروح تانيني بالبستان الفلاني شوية جاي وراك.
ما أرد أطلع من الطريق العام حتى لا يشوفوني. راح بطع عليه، سمع العبيد قاعد قبال الفرس وحاكيها ويبكي، يقول له لا تخف يا جواد سيدي، لئن لم يأتك سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأمضي إلى نصرة الحسين. الحسين قال له أحسنت، أنت حر لوجه الله. قال له سيدي شنو أسوي بالحرية؟ ما خدمتك؟ ما لي حق عليك؟ ما كرمتك؟ قال له حق، هذا البستان إلك. قال له ما أريد بستان ولا أريد حرية سيدي، من علي؟ خل أروح أموت بين يدي الحسين. لطم على راس حبيب، قال حسين العبيد تتمنى نصرتك، فكيف بنا نحن الأحرار؟ تقرأ لولا هالليلة الله يكتبك من أنصار الحسين. من زمن حيدر كان يتمنى الشهادة، واليوم حصلها وبلغ غاية مراد، وآمر على عبده يقدم له جواد. طلق الدنيا والحياة تعافي الأوطاء، طولها الله يطول عمرك. طلق الدنيا والحياة تعافي الأوطاء، ردف عبده توجه إلى كربلاء، والحسين عاجد الراية ومخليها يميتان. يجي صاحبها من بعيد شافوا تراب عجاج، صاح الحسين عباس لبيك مولاي. قال له روح شوف منو جاينا. شد أبو فاضل على الفرس راح ورجع، قال له سيدي لقد وصل عمنا حبيب. وقف الحسين لاستقبال حبيب بباب الخيمة. تدرون حبيب من شاف الحسين وطاحت عينه بعين المولى ايش سوى؟ ذب روحه من على الفرس وظل يحبي على ركبه. يلا عند الشهيد حسين وصل بالسلام، ومن الجواد ترجلوا ذبل، نادى سلام الله على راعي الجهام. باب الله المفتوح خالي الفضل والشاء، باب الله المفتوح خالي الفضل والشاء، باب الله المفتوح قال الفضل والشاء. ظل يحبي على ركبه ويصيح السلام عليك يا أبا عبد الله. وصل يم الإمام يقبل رجليه يقبل إيديه، نزل الإمام واحتضنه، أنت عمنا حبيبنا صاحب والدنا. جابه وقعد بخيمته وجلس يما أبو عبد الله. دب الإقمامة وصاح يا مخدوم الأملا، ما تصيح ويا إمامك. دب الإقمامة وصاح يا مخدوم الأملا، عفت الوطن والبيت لجلك روحي تفدى، قشرة يا ابو السجاد عيشتنا بلي، قشرة يا ابو السجاد عيشتنا. كعبة الشيعة انت وانا هاليوم قربة، اين الصارخون هذه الليلة؟ وتصدر قعد بصدر الخيمة ودخل علي الاكبر، استأذن من أبوه قال لأبويا تسمح لي؟ فضل ولدي. قال له أريد أن أسر عمي حبيب سرة، أرد شاورة لك ذلك. وجاء وتقدم يا حبيب، قال له عمي
تسلم عليك عمتي زينب. سمع اسم زينب قام قال من أنا ومن أكون حتى تسلم علي يا زينب؟ أنا منين وتسلم علي؟ بنت المرتضى حامل حمية هاي مدللة عباس هي. سيدي أبو علي تسمح لي أرد السلام على زينب؟ قال لبناتك يا عام، إجا يفترق الخيام وصيح السلام عليكم يا أهلنا. زينب تريد تختبر ولاءه، قالت من أنت؟ قال أنا عبدكم وابن عبدكم حبيب. ثلاث مراتها حتى القاعد برا صاحت يا حبيب هالله هالله بالغرب. ما سامعك تحكي. ولا صاح زينب يا الذي من قبل كنت مدللة تروح شيعتكم بابوك فوق الصعيد مجدل، أرواحنا تزهق ولا تركب الناقة مهزلة، في دول حسين الشفية تروح كلها شيعته. أبشري يا ابنة علي لا أبرح حتى تشوفين راسي قدامك وبالفحل، ذبحه وحبيب وعلقه وراسه بركبة الفرس، تضربه الفرس بركبتيها. ابن حبيب يسأل أمه، يمه أبوي غاب ما أجانا طول علينا. قالت لأبوك بالتجارة رح للسفر، 11 سنة عمره ذاك اليوم، يوم 11 هو بسوق الكوفة وشاف طبة وسبايا للكوفة، تفاجأ روس مقطعة نسوان مكتفة أطفال مأسرة، وإجا قعد قبالهم شاف مرة تصيح شمال الناس تتصدق علينا، وعمت عينه اللي يصد بالعين لينا، عطايا الخلوق كلها من دينا. قلتش ما كبتش المحشيها ها؟ شاف اجت مرة تنطي الاطفال اكل وزينب تكض الطفل وتطلع اللقمة من حلقه، قالت ليها ان الصدقة حرام علينا. قالت هاي مو صدقة هذا نذر. زينب قالت وين عرفتينا ونذرتي؟ قالت لها سولف ليش، قبل 20 سنة كان يحكم عندنا رجل اسمه علي بن أبي طالب، وأنا طفلة تمرضت أمي جابتني البيت على ابن أبي طالب. تسولف لزينب تقولها عنده ولد اسمه حسين أكل جانب من التمرة وأعطاني الآخر، برأت أمي جت له قالت لأبو علي بمن انجازيك سيدي؟ قالها جزاي إذا الله طول عمريك وإجوا سبايا للكوفة كرميهم، واليوم أمي مريضة ما بيها تطلع، أنا جاي أدي النذر. قالت لعند أميك سلام خذيح مني راس حسين والعباس ذني، وأنا زينب اللي يحجون قلني سلية المصايب ما سلني. أردحتش بيت للي ما بكى، وأعوذ بالله من عين لا تبكي فيه. وزينب تعاين الراس أخوها أبو فاضل وتقل لأخويا أنا أختك يا أخويا، واشرح عليك واشرح عليك وادرب حميتك ما تخلي. أقولها ها احكي أخويا، أخويا وادرب حميتك ما تخليك، وادريك سهم العين ما ذيك، أنا لو أكشف متوني وراويك. أين الصارخون واويلا وحسينا
واجا ابن حبيب وقعد قبال الروس وظل يبكي. زينب قالت لمن انت؟ قال انا خادمكم القاسم بن حبيب. قالت لهذا راس ابوك. قالها سيدتي راس والدي لا يشغلني عن راس مولاي الحسين. قالت له بارك الله فيك رحمك الله يا ابو سالم. ليل مات بعقران روحه رحمه الله عليه. ولا رجع الولد يركض وصل يم بيتهم يصيح يمه وابوي رجع والتجاره ربحانه. كرت عيوننا يا يمه طلعت المره تصيح هلا بضيفنا لو كان مذبوح. ولاه ولاه هلا بضيفنا لو كان مذبوح ودم على الوديان مسفوح. وصلت يم زينب. زينب وين خوانك؟ عينة الها هاي روس خواني. خويا كانت ايامي بيك حلوة. حلوة يسموني هاي ام الاخوة بلان الزمان شلون. اقرب بعد بيتين واسألكم الدعاء بس هذا صوتها ونخوة. صاحت اي محنة يا حسين عني شاغلتكم ما جنكم اخواني ولا جني اخت. فدلتك خويا يا المع تحكي ويعني احكي نسمع صوتك. اي محنة يا حسين عني شاغلتكم ما جنكم اخواني ولا جني غصبا علي يا رجالي فارقتكم غصبا عليكم فارقي وغصبا علي متعجبين الناس مني كيف ما ذوب وحزني مثل حزن النبي يوسف ويعقوب وعلى حسين إلك. وويلاه لتلوم قلبي لو ثقال يا حسين ونه جينا بجلاله وبالفضل يبرض عن واليوم قايد ناقتي يشتم بهنا فرحان شامت بالذي عليكو علي وعلى حسين وويلاه ولا ياي انا منخلي ما شفت رايح ولا ياي ولا ياي ولا ياي وجمر يسعر بدلالي يا ابو علي يا اخوي ولا ياي براضي كربلا ذبحه ولا ياي وهل العدل ما مروا علي والله للعدلين ما آيا ما مروا أخو حسين سلواني علي محرمون
أم بعد فقدك أعرف السلوانا، أيامنا في طولها كسنيننا، حزنا عليك وصبحنا كمسانا. يا الله سامحنا يا كريم، تب علينا حسن عواقبنا، لا تميتنا حتى ترضى عنا. من أرادنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكيده، واختم حياتنا بالسعادة الأبدية. إلهي هذا الجمع المؤمن الكل نيته هكذا أن يكتب من أنصار المولى الحسين عليه السلام، بمنك وكرمك اللهم اكتبنا من أنصار الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين. يا إله العالمين، اللي أوصاني بالدعاء، شك واحد مريض أو عنده مريض، عنده ديون، مسجون، مشكلة، حاجة، سيدي من عليه بحسن إجابتك يا كريم، واجعل هذا البلد الكويت آمناً مطمئناً من كل سوء، وامطر عليه خيراتك وبركاتك. إلى من مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلاة.